نورت بيتك يا حبيبي. شكرا حبيبتي. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا فندم. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. يا دنيا البيت كان وحشني بشكل. طبعا يا كاظم، هو في أحسن من بيت الواحد؟ يلا غمة واتزاحت. اقعد يا حبيبي اقعد. ساعديني وانت بدنا. اقعد يا اخويا اسم الله عليك. تلاقي طبعا اكل البيت وحشك قوي. طبعا يا دنيا، ده كان نفسه يسيب المستشفى عشان يرتاح من الاكل اللي هناك. حق يا كاميليا، انا كنت باكل اكل المستشفى ده بالزور. يلا اهو يومين وعدوا، بس بصراحه ما فيش حد في المستشفى كبير ولا صغير ما عملش الواجب معايا واكتر كمان. كتر الف خيرهم، بس ربنا ما يحوجنا ليهم تاني ابدا يا رب. وانت حبيبي ما تقلقش، كلها كام يوم كده والجرح يلم وتقوم وتبقى زي الفل ان شاء الله يا حبيبتي. بس تعرف يا كاظم، الحادثه اللي حصلت لك دي حسستني قد ايه الناس بتحبك. الحمد لله يا كاميليا، ده فضل من عند ربنا. طبعا كاظم طول عمره خير وبيعمل خير لناس كتير قوي، لازم الناس تحبه. عدا اللي عمل فيها العمله السودة دي. او النبي ما تفكر. الهي يا رب اشوف فيه يوم قادر يا كريم. يا رب. الحمد لله ان انا اطمئنيت عليك. استاذن انا يا كاظم. ايه ده ازاي؟ لازم تقعدي تاكلي معانا لقمه. معلش يا كاظم، اديني اطمنت عليك والحمد لله. الحق سحر ويوسف زمانهم روحوا عشان اطمن عليهم. ولو اني كنت احب ان الاولاد يبقوا موجودين معانا هنا وناكل كلنا سوا. معلش يا حبيبي، هي والله كانت هتبقى فرصه حلوه قوي، بس نقول ايه بقى، هما اللي حكموا رايهم يطلعوا من بره بره من المستشفى ما يجوش معانا على هنا. معلش، هما كان كل اللي يهمهم انهم يطمنوا على باباهم، وان شاء الله هيجولك طبعا، والايام جايه كتير. طبعا ان شاء الله ربنا يهديهم. طب عايز مني حاجه يا كاظم؟ سلامتك يا كاميليا. الله يسلمك. عن اذنك. انستي وشرفتي يا حبيبتي. الله يانسك. ما تجيش تقطعي بقى، تعالي زوريني على طول ان شاء الله. خلي بالك من كاظم. في عيني. مساء الخير يا هاني. اهلا وسهلا. اتفضل. ها طمني، عرفت المجرم؟ اعترف؟ في الحقيقه لسه ما وصلناهوش، بس قريب قوي هنوصله ان شاء الله. ربنا يوفقكم. عن اذنكم. اتفضل. يا ترى كاظم ايه موجود؟ اتفضل. حضرتك الظابط جاي يطمن عليك. الحمد لله على السلامة. خليك مرتاح. خليك. اتفضل اتفضل. أنا رحت لحضرتك المستشفى قبل إنك روحت، فقلت أجي أطمن عليك. سيادتك تشرف أي وقت. هو المرة ندردش بكلمتين؟ تحت أمرك. تحب تشرب إيه بقى حضرتك؟ متشكر أوي يعني. كده؟ طبعًا إذنكم. اتفضل. خير يا علاء بيه؟ خير إن شاء الله. في الحقيقة كاظم بيه، إحنا وصلتنا معلومات بخصوص العشر عمال اللي أنتوا استغنيتوا عنهم في مصنع الورق بتاع أبو قير. واحد من العمال دول جانا واتهم زميل له، واحتمال يكون هو اللي ورا الحادث. وقبضتوا عليه؟ لا بكل اسف، لانه هربان. ويطلع مين العامل ده؟ اسمه حسنين الكومي. حسنين الكومي؟ حضرتك تعرفه؟ الاسم ده مش غريب عليا، انا سمعته قبل كده. افتكرت. ده فات علينا في الشركه الظهر يوم الحادثه. وكان عايز ايه؟ اللي عرفته من ساعي بعد كده انه كان جاي يقابلني. وانت حضرتك ما قابلتوش؟ ساعي ما رضيش يدخله لاني كنت مشغول. وحتى حمدي ما كانش موجود في الشركة عشان يقابله، وكان في مشوار وما رجعش إلا بالليل. وحسنين ده ما حاولش يرجع تاني عشان يقابلك؟ ما عرفش علاء بيه. عموما لو كان رجع تاني أكيد الساعي بتاعي قابله وعرف منه كان عايز إيه. فعلا يا باشا، هو رجع الشركة تاني في نفس الليلة، وكانت الساعة حوالي 10 10 إلا ربع حاجة زي كده، وفضل يتحايل عليا عشان يقابل كاظم بيه مرة تاني. اللي عرفته أنا من كاظم إنه ما قابلوش. فعلا يا باشا، لكن انا عدم المؤاخذه دخلت الكاظم بيه عشان ابلغه، وكان قاعد معاه الاستاذ حمدي ساعتها وكانوا مشغولين جدا. خرجت من سكات وطلعت قلت لحسنين ان البيه مش هيقدر يقابله. ومشي؟ مشي يا بيه، بس عدم المؤاخذه كان غضبان قوي وقاعد يحلف ان الليله مش هتعدي على خير. قول يا رمضان. تحت امرك يا بيه. كاظم بيه لما خرج ليله الحادث كانت حوالي الساعه 11 مظبوط؟ مظبوط يا بيه. وبلغني ان كان معاه شنطه فيها مبلغ من المال واسوره الماز كان جايبها من الخواجة جورج في نفس اليوم، الكلام ده صحيح؟ صحيح بيه. مش فاكر الخواجة جورج خرج من عنده الساعة كام؟ هو يعني بيه مش بالظبط، هو كان تقريبا يعني الخواجة جورج كان عنده قبل المغرب بشوية. وكان الأستاذ حمدي عبد المقصود موجود؟ لا يا باشا، كان عدم المؤاخذة في مأمورية برا الشركة، ورجع بالليل قعد مع كاظم بيه في مكتبه، وتناهم مع بعض كده لغاية قبل ما نقفل وروح بشوية. ما تفتكرش رجع الساعة كام؟ كانت حوالي الساعة 9:30، يعني قبل ما يرجع حسنين الشركة تاني بشوية صغيرين. انت شفت البيه لما مشي وهو مروح؟ لا يا باشا، عدم المؤاخذة انا كنت في البوفيه بنضفه وبروقه،
وبعد كده دخلت مكتب الأستاذ حمدي وفضلت معاه لغاية ما مشي، وبعد كده سمعت بالمصيبة اللي حصلت. طب تفتكر رمضان إن حسنين الكومي بعد ما خرج من عندك وهو متعصب ومتضايق يكون استنى بره الشركة وارتكب جريمته؟ الله أعلم يا باشا، الكذب خيبة، دي حاجة معرفهاش. وأنت عرفت الكلام ده منين يا ابني؟ أختي بلغتولي النهاردة في التليفون. يعني أكيد لصنا اللي اسمه حسنين ده هو اللي عمل العمله السودة دي، وهيكون مين غيره اللي عملها جمال افندي؟ اصل الضابط كان عند اختي في البيت وقال لهم انه هربان. طب هربان ليه؟ في حد يهرب الا اذا كان عامل عمله؟ اكيد هو اللي عملها. عندك حق يا ابني، بس على الله يمسكوه. هيمسكوه يا جمال افندي، هو البوليس نايم، ده لو رجع بطنهم من تاني هيجيبوه. يا رب يا رب، والف حمد وشكر ليك يا رب ان البي رجع بيته بالسلامه. الحمد لله الحمد لله. انا دلوقتي ايه اتصل بالهانم بقى وابارك لها واسالها اذا كانت عاوزه حاجه. لا لا يا جمال افندي، ما تتعبش روحك، انا باركت لها بالنيابه عن الكل، وهي لو كانت عايزه حاجه كانت قالت لي. بقول لك ايه، انت تقوم تشوف شغلك وما تضيعش وقت. اتفضل. لا حول ولا قوه الا بالله، ما فيش فايده، اللي فيه ده ما بيبطلوش. بتقول حاجه يا جمال افندي؟ ما بقولش حاجه يا ابني، ما بقولش حاجه، سبتها لك مخدره. مع السلامه يا جمال افندي، والقلب دعيلك. لا تفضل القهوه. مظبوطه؟ مظبوطه. حاجه تاني؟ انا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي قوي قوي. اتفضل قول. انت النهارده حلوه قوي قوي يا بنت، انت ابوكي بيبيع حلاوه طحينيه النهارده بس؟ طب ما انا حلوه على طول. لا انت النهارده حلاوتك زايده حته حته. ايه ده، زايده ربع كيلو. الله يكبر بخاطرك. امشي بقى، انا لسه ما خلصتش كلامي معاكي. اتفضل قول اللي انت عايزه. انا اللي عرفته عنك يا جهان ان انت قلبك طيب وبتحب الخير لكل الناس وفيكي شيء لله، عايزك تريحيني من اللي انا فيه. وايه بقى اللي تعبك ان شاء الله؟ العفريت، العفريت اللي بيطلع لي في البيت وما بينامنيش الليل. يا ريت تهوديني وتخط عتبه شقتي برجلك اليمين، تبخريها وتطفش العفريت اللي ملبش جتتي. بقول لك ايه يا سفارة، انت قبل كده فضلت بموال العفريت بتاعك ده ورا ياسمين لحد ما قطعت عيشها واختك طردتها، عايز تندار عليا انا كمان؟ لا جهان، انت حاجه تانية خالص. لا تانية ولا تالت. بقول لك ايه، سيبني في حالي وخليني اكل عيش عن اذن. غبيه، مش عارفه مصلحتها فين ولا عارفه قيمه العفريت. ها طمني يا علاء، مفيش اخبار عن حسنين الكومي؟ التحريات افادت اكدت مسافر بالفعل طنطا لاخته بعد وقوع الحادث مباشره. يعني قبضتوا عليه ولا لا؟ بكل اسف يا فندم ما كانش موجود، واخته قالت ان بات عندها الاثنين ومشي. لما بات عندها ما كلمتش معاه؟ ما عرفتوش ايه سبب زيارته ليها؟ هي وجوزها قالوا انه كان باين عليه التوتر والضيق بسبب فصله من المصنع، وانه كان رايح لجوزها عشان يشوف له شغل في الشركه اللي كان بيشتغل فيها سواق. يعني ما طلبش منهم فلوس من باب المساعده؟ هم عرضوا عليه فلوس بس هو رفض. رفض؟ اخته بتقول ان عزت نفسه منعته. يعني راجل عطلان عن الشغل